التي حصل عليها تلاميذ المؤسسة في امتحانات البكالوريا على الصعيد الجهة الشرقية. كما أشكر بالمناسبة السيد نائب وزارة التربية الوطنية بالناظور على التجاوب، على التفاهم الذي سجلناه عليه كمجتمع مدني وكفاعلين إعلاميين. نتمنى للمؤسسات مقر الطلبة ونتمنى لمؤسسة التعليم بصفة عامة المزيد من التوفيق والنجاح. وأنصح أخي وأستاذي السي قدر طلحة أن يكثر من مشاركة تلاميذ مقر الطلبة لمثل هذه المناسبات ومثل هذه الدوريات. فما شاهدناه في الدقائق القليلة التي تابعنا فيها أعتقد على أن هناك طاقات وهناك مواهب يجب أن تشجع ويجب سكرها. نتمنى لكم التوفيق لمقر الطلبة ولكل الزملاء والسيدنا المقيمين. كما أشكر كذلك انخراط مؤسسة كريميكا في مدينة الناظور في هذا الدوري الذي لنا الشرف بتتبعه وهو يدخل في إطار كأس المسيرة الخضراء التي تمتلك الأديان في الذكرى 37.